معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة لتحليل الحالات التحكيمية في هذه المواجهة، مواجهة الأهلي والإسماعيلي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. صباح الخير يا فندم مشرف. كابتن جهاد رأيك إيه في الأداء التحكيمي في مباراة اليوم؟ لو هنتكلم على الحالات التحكيمية وفي الآخر نقول رأينا في الآخر، لو الحالات جاهزة معاك كريم. اتفضل. الحالة الأولى شك في ركلة جزاء للنادي الإسماعيلي في الدقيقة 8. الالتحام حصل لكن الالتحام اللي حصل بين لاعب مدافع النادي الاهلي ومهاجم النادي الاسماعيلي لا يرقى لاحتساب ركله جزاء. مفيش خطا على مدافع النادي الاهلي، وبالتالي استمرار اللعبه والقرار صحيح من حكم المباراه، مراجعه صحيحه من الفار، وبالتالي القرار مجمله صحيح من الحكم وحكم الفار. تمام، دي اول لقطه. اللقطه الثانيه بنتكلم على هدف ملغي للنادي الاهلي بدايه التسلل. الصوره واضحه والهدف والتسلل موجود، وكانت مسافه كبيره كمان، المساعد اخر الرايه كتعليمات الفار، الهدف سجل ورفع الرايه بعد كده، المراجعه من الفار، التسلل صحيح والحكم المساعد الاول خد القرار صحيح، وبالتالي القرار مجمله صحيح بالغاء هدف الاهلي والتسلل صحيح. وهي واضحه يا كابتن، واضحه كابتن. واضحه جدا يعني. صحيح. الحاله الثالثه نتكلم فيها مطالبه لاعب الاهلي بركله جزاء في اخر المباراه، وكان الحنفي موجود في مكان صحيح، وما فيش حاجه تستدعي الخطا، وان كان في خطا يبقى خارج منطقه الجزاء، لكن فعلا ما فيش خطا، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من محمد الحنفي. مجمل الماتش النهارده يا كريم، التحكيم سواء الحكم او الاثنين مساعدين او الحكم الفار اللي كان موجود، اداء تحكيم محترم، خرج من الماتش ما فيش اي كومنت مننا على التحكيم. هايل. وبالتالي نتمنى كل المباريات بالمنظر ده، اداء تحكيمي مميز في التحكيم المصري. عارف ليه يا كابتن جهاد؟ عشان الحكم مش محطوط تحت ضغط في المباراه دي، وواضح تمام. جدا ان حكامنا المصريين لما ما بيتحطوش تحت ضغط بيقدموا مباريات كويسه، اول ما يتحط تحت ضغط احيانا بتطلع مشاكل. يعني انا برضو ممكن يعني ممكن اختلف معاك في حاجه، بس ان الحكام المصريين ممكن تحت ضغط برضه يؤدوا اداء كويس. خد بالك بس يتم اعدادهم بصوره كويسه. يعني برضه لا خلي بالك موضوع الضغط ده بيتم الاعداد ليه. فالعد حكمي من بدايه الموسم عشان احط تحت ضغوط، عشان لما نحط تحت ضغوط كبيره منافسه وضغوط بعد كده جماهيريه وكده، هينجح ان شاء الله في مواجهه الضغوط ديت، ونفس الاداء اللي من غير ضغوط يأديه برضه ضغوط موجوده. حسيت باي تعليمات من كلاتنبرج حصلت وترجمها الحكام في المباريات الماضيه؟ هو يعني الراجل، انا اعرف ان هو بيعمل بري ماتش ميتنج مع الحكام دلوقتي، انا ده اللي عرفته، المعلومه اللي جات لي انه في بري ماتش ميتنج مع الحكام حتى لو عن طريق الزوم، بيتكلم معاهم قبل المباراه، والمترجم موجود بيترجم اللي بيحصل، وبعد الماتش في ديبريفنج للاداء التحكيمي في المباراه اللي مع كل حكم برضه عن طريق الزوم. فده شغل موجود في الاتحاد الافريقي، موجود في الاتحاد الاوروبي، موجود في الاتحاد الدولي. انا حسيت يا كابتن جهاد بملمح كده، اللي هو ايه، المباريات ما بقتش تقف كتير، مش كل كوره حد بيقع بيبقى فيه صفاره، معرفش انا يعني. انا كده مستهيأ لي ولا ده بجد؟ لا ده حقيقه، لان هو ده قالها في الاجتماع لما كان مع الحكام في الاتحاد المصري، اول لقاء مع الحكام قالك انا مش عايز صفاره كتير، مش عايز فاولات على كل كبيره وصغيره. صح، ده هو قالها صراحه يعني. فكان حس. ده توجيه يعني، انت على فكره لما تروح اي بطوله او يكون معاك رئيس لجنه حكام موجود في اي مكان، التوجه بتاعه بيعم الحكام، مجرد ما يقول تعليمات، دي تعليمات بتبقى زي تعليمات البطوله، دي تعليمات الراجل، انا عايز كده، فبالتالي هو اللي ماسك لجنه الحكام، وبالتالي هو ادى تعليمات في اول لقاء مع الحكام، الحكام الى حد ما استجابت، وبالتالي قالت صفاره، قالت توقف اللعب، فلقينا تحكيم شكل ثاني. طبعا لما في خطا بيحسب، لكن هي بتتكلم على الحاجات اللي كانت ممكن تتحسب او لا، فبيستمر اللعبه فيها. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت.